فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتكفت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن، اعتكفن معه وبعده، فهل يشرع الآن في الوقت الحاضر اعتكاف النساء مع وجود خوف عليهن؟ مع وجود الخوف لا، لكن ما هنا خوف إن شاء الله في مساجد المسلمين والأمن مستتب والحمد لله، ما هنا خوف. نعم.